احتفلت راهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم بعيد الطوباوية ماري دي لا باسيون بقداس إلهي في كنيسة يوحنا دي لاسال جبل الحسين. ترأس الاحتفال كاهن الرعية الأب عصام الزعمط، عاونه فيه الأب الفرنسيسكاني فراس حجازين بحضور راهبات الفرنسيسكانيات العاملات في الأردن وبمشاركة الرهبانيات الأخرى وحشد كبير من المؤمنين. وبعد القداس قدم الأب الزعمط كاهن الرعية التهنئة للراهبات بعيد مؤسستهن الطوباوية ماري دي لا باسيون، متمنيا لهن التقدم والنجاح في رسالتهن الرهبانية. مع أخواتنا الرهبات الفرنسيسكانيات كمان المرسلات اللي في هالرسالة بيحملوها بها الطوباوية اللي كرست حياتها، وأعظم منهم اليوم في أن رهبات بهالجيل وبهالعمر أنهم بيكرسوا حياتهم لخدمة الكنيسة بعدة رسالات واقعية وملموسة بحياة الإنسان والعائلة المسيحية. ونتمنى لهم عيد وبركة وكمان صلاة من أجل دعوات جديدة في الأردن وبخدمة الأردن. في جانب بدي أحكي عنه، هو بما أنه نحن اليوم بعيد يسوع الملك، والإنجيل هو كان عن كنت جائعا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني. بعتقد أنه هالمثل هيدا بيطبق على الطوبابية ماري دو لا باسيون اللي هي من بداية حياتها حتى هي وصغيرة كان عندها الشغف بمساعدة الفقراء، وهالشي نقلته لرهبانتها، ومن هيك كمان اختارت هالروحانية الفرنسيسكانية اللي هي روح الفقر وعيش الإنجيل ببساطة. ونحن اليوم بالشرق وبالعالم منحاول انه نعيش هالروحانية هيدي اللي عطيتنا اياها، منحاول نكون أمناء لهالروحانية ونتواجد أو رسالاتنا تتواجد مع الناس الأشد فقراً واحتياجاً الموجودين حوالينا وبالعالم.